بطبيعة الحال هذه التساقطات المطرية عندها واحد الأهمية من الناحية الأولى، يعني هذا الماء اللي طاح من الثلج ولا من التساقطات المطرية غادي يساهم في يكون حقينة السدود، يعني غادي باش تزاد حقينة السدود والمياه وحتى المياه الجوفية تزاد، وبطبيعة الحال سيغتو لي زود سيغفاس يعني المياه السطحية. ولكن هذه النسبة كتبقى نقولوا حنايا ضئيلة، ما غاديش بارابور المشكل ديال هذا الاجهاد المائي اللي كاين في البراجات. كما كتعرفوا الماء نقص بزاف في السنوات الماضيه، دونك خاص واحد نقولوا حنايا واحد الشتاء اللي خاصها تكون يعني مطوله باش حقينه السدود غادي ترتفع بواحد الشكل ايجابي. دابا بالنسبه للتاثير ديال هاد التساقطات على نقولوا حنايا القطاع الفلاحي، اي عندها اهميه يعني كبيره، سورتو بالنسبه للناس اللي زرعوا الحبوب سواء بالزرع المباشر او بالزرع العادي، وبالنسبه لي غروند كولتور ولا الزراعات الكبرى بحال الشمندر السكري، بحال نقولوا حنايا يعني اي زراعه يعني تزرعات في شهر 11 12 واستفدت من الشتاء اللي دازت في شهر 1 وشهر 12. هذه التساقطات المطريه جد مهمه، والا كانت شي تساقطات مطريه في شهر 4 نقدروا نقولوا في هذه لي زون فين زرعوا الفلاحه غادي يكون عنده واحد زعما تأثير إيجابي بالنسبة زعما المحصول ديال هذا العام. بالرغم كاين بعض المناطق اللي ما عرفتش تساقطات مطرية زعما مهمة بحال جهة الشرق، ولكن بحال الغرب وفين طاحت الشتاء هاد الناس اللي يزرعوا كما قلت لكم زراعات بحال الحبوب وهذا الشيء يعني عنده واحد التاثير ايجابي. بالنسبه للاشجار المثمره كما كتعرفوا الاشجار المثمره بالنسبه للناس اللي كان عندهم الماء غادي ديجا سقاو وما وقع لهمش الاجهاد المائي، دونك بالنسبه للاشجار المثمره هاد التساقطات المطريه مزيانه، لا بالنسبه للتربه لا بالنسبه كي سميتو الاشجار اللي غادي يدخلوا دابا في الازهار بحال لي روزاسي خوخ المشماش وهذاك الشيء. وبالنسبه مزيان بالنسبه للاشجار الاخرى بحال الزيتون، يعني كاين واحد ليميديتي ديال لاغ وليميديتي ديال السول مزيان بالنسبه للغطاء النباتي ولا بالنسبه يعني الاشجار. ولكن بالنسبه للاشجار اللي كان وقع لها المشكل ديال الاجهاد المائي كما كنعرفوا الاشجار عندها واحد الذاكره، هذا الشتاء غادي تعاون، ولكن كاينين دي دوماج ديال هذه السنوات الاخيره كما كتعرفوا بهذا الاجهاد المائي يقدر ياثر على هذه الانواع ديال الاشجار. بطبيعه الحال هذا غادي يكون عندها واحد التاثير جد ايجابي على الغطاء النباتي، لا بالنسبه للمراعي لا بالنسبه يعني لي بلونت فوغاجير. ونطلبوا الله غادي تكون الشتاء في شهر نقولوا حنايا 3 شهر 4 باش يكون التعزيز ديال هذا الغطاء النباتي بالنسبه للكسيبه يعني في المراعي، وحتى هذا الشتاء اللي غادي تساهم ان شاء الله بحول الله إذا كانت واحد نسبة كبيرة تتجاوز 50 ملم لمدة نقولوا حنايا أسبوع ولا 10 أيام باش يتزاد حقينة السدود والمياه الجوفية وكذلك المياه السطحية، في انتظار هذه المشاريع والورشات اللي دارتهم الدولة ديال التجهيز بحال تحلية ماء البحر وربط السدود وهاد الاستراتيجيات اللي انخرطت فيهم الدولة من أجل تحدي الجفاف. Caprio.